هذه نتائج المنتخبات العربية. برنامج كورة بالأمس قلنا أنه راح في مكان بحسب المسؤولين في استاد الملك فهد ما في وسيلة إعلامية دخلته قبل كذا، أو ما في على الأقل كاميرا تلفزيون دخلت هذا المكان. هذا المكان هو غرفة التحكم بكل شيء داخل استاد الملك فهد. عادل التركي تواجد هناك ونقل لنا إيش اللي قاعد يصير في هذه الغرفة. مشاهد كيف وضع البوابة الملكية؟ هذا الفاكس، هذا تشغيل اللوحات، من هنا يقطع الكاميرات الموجودة في الملعب. يا حبيبي قلنا لك السيارات خفوا شوي. أيها الإخوة الحضور، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في استاد الملك فهد الدولي. كاميرا برنامج كرة دخلت مكان لم يتم الدخول له من قبل من أي جهة إعلامية، مع هذا الرجل الأستاذ السعود بن نهار السهلي، مساعد العلاقات العامة ومذيع استاد الملك فهد بالرياض. منطقة التحكم باستاد الملك فهد بالرياض، ولأول مرة كاميرا تلفزيونية تدخل هذه المنطقة المحظورة منذ إنشاء الأستاد، أي ما يقارب 24 سنة. كان لنا السبق مع أحد أبرز العاملين باستاد الملك فهد بالرياض. طبعا أستاذ سعود، إن أول كاميرا تدخل هالمكان ولا؟ نعم. طيب. نعم بهالطريقة طبعا، أول كاميرا هو أول قناة. هذا المكسر الصوت، وفي نفس الشغلة اللي هي حقت الإذاعة الداخلية، أنه هنا ركز هنا أنه كيف أنه أفصل منطقة عن منطقة. زي ما أنت شايف في مناطق شغال فيها الصوت الآن، وفي مناطق غير مشغال فيها الصوت، لأن أغلب المناطق يكون فيها صلاة الآن، فما نتوقع أن يكون فيها ناس يصلون، فما نشغل الصوت والموسيقى هناك ونكون فاصلينها. هذه الأجهزة، الفيديو والصوت والصورة الخاصة بتشغيل اللوحات الإلكترونية، وفي منها صوت وصورة، تشغيل الصوت والصورة على اللوحات الإلكترونية. هذا جهاز للصوت، لتشغيل الصوت داخل الموقع، بحيث أنه في وقت واحد، وخصوصا للسلامات زي ما أنت شايف وموضح هنا، السلامات الملكية والسلام للفيفا في نزول اللاعبين يكون عن طريق الجهاز هذا. هذا الفاكس خاص بأسماء اللاعبين، بعد طباعتها بالإدارة تحت يرسلنا بالفاكس أسماء اللاعبين. هنا الشباب زي ما انت شايف الآن شغالين على طباعة أسماء المباراة للفريقين وأسماء الحكام، تكون عندهم جميع اللاعبين ونقاط أمامهم، بحيث أنه أي لاعب يحصل على كرت برضه يوضح في اللوحة الإلكترونية، ويتم وضع علامة قدام اسمه وتنزل على اللوحة الإلكترونية لون الكرت واسم اللاعب. عندنا كاميرات في منتشرة في جميع أنحاء الملعب. هنا المكسر، هنا الأخ هو اللي قطع عليهم، هذا يسمى القطع، وهذا تخصصكم أنتم تعرفون أكثر منه. أي هذا من هنا يقطع الكاميرات الموجودة في الملعب، من هنا ويكون يعني من افتتاح الاستاد الى اليوم جميع المباريات المقامه على استاد الملك فهد الدولي، حتى لو ما هي منقوله، حتى لو ما هي منقوله تلفزيونيا، مسجله وموجوده شرطتها عندنا. فهذا الاخراج عندنا من هالمكان. كم كاميرا استاذ سعود؟ والله طبعا كانت في السابق 15 كاميرا موزعه على الملعب، وفي كاميرتين عن طريق التحكم عن بعد في المقصوره الملكيه. يا حسين يا ابو عمشه، أرسل. كيف وضع البوابة الملكية؟ ممتاز أبوي ممتاز، أنا واقف أحنا ودوريات برا. يا داهمش سام حبيبي، يا حبيبي قلنا لك السيارات خفوا شوي، خلي يسوي لي تيست على الجهاز الثاني عشان نزول اللاعبين والسلام. طيب، كان هذا رصدنا لغرفة التحكم في استاد الملك فهد. الصراحة المكان أساس الموقع، المكان تفرج فيه مباراة يعني صراحة ممتع يعني، لكن ما توقعوا الشباب اللي راحوا المكان، ما توقعوا كمية العمل والتحرك. بس احنا لما بدأ الشغل صراحة قالوا كاميرا لو سمحتوا وطعوا برا، احنا برا مشغولين، لكن كان في حديث وازعاج وتحرك ومكالمات واتصالات ما توقف.
فعلا انت قلت اللي يدخل في غرفه التحكم ويشوف الشاشات ويشوف موقع الملعب يستمتع بمشاهده الملعب وارجاء الملعب، ولكن انا اعتقد ما يستمتعون الاخوه العاملين في المركز مركز التحكم، لانهم كميه العمل اللي عليهم والضغوط اللي عليهم تخليهم ما يستمتعون بالمباراه، يؤدون اعمالهم ويؤدون مهامهم بشكل احترافي بشكل مهني، بحيث انه يفقد متعه مشاهده المباريات. طيب حتى النواحي الامنيه شايف انه هذا اللي عيدنا الموضوع، مراقبه الملعب ومراقبه الملعب، لو كل مربع عليه كاميرا عن طريق لوحه التحكم والبوابات الالكترونيه ومعروفه المقاعد مربوطه برقم الهويه الوطنيه كان افتكينا من موضوع صح انا في الشغب وما الشغب في مواسم الظاهر موسمين او ثلاث مواسم كانت النقل التلفزيوني كان الليزر يكشف اللي معاه جهاز الليزر وكانت الكاميرا في النقل التلفزيوني تركز عليه حتى يأتي رجال الأمن ويقبضون عليه. صحيح. لو تم تركيز الكاميرات على اللي يقذفون المقذوفات من الفوارغ المائية وكذا، تركيز على هالفئة هذه، تم يتم محاصرتهم بكل سهولة وسرعة. طيب